جرعة يومية من الانترنت. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. هذه جرعتك اليومية من الانترنت، فنتمنى ان تستمتعوا بهذا الفيديو. لكن قبل ان نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا. هذه السلحفاة عاطشة للغاية، لدرجة أنها غمرت رأسها بالكامل تحت الماء للشرب. أعتقد أنها لم تشرب منذ مدة طويلة. ونشاهد هنا كيف يقوم هذا الرجل باللعب بالمضرب بطريقة سلسة جدا. يا له من أمر مذهل. ونشاهد هنا كيف تقوم هذه الكلبة البيضاء باللعب في الدرج وكأنها سعيدة بشيء ما، لكن في هذه المرة أعتقد أنها تفاعلت بشكل أكبر. ابتاع هذا الشخص كوبا من القهوة وبعث طائرة بدون طيار لجلبه. هل تريد أن تأكل؟ لا، إنه ليس الوقت، فلقد أكلت بالفعل. You want to eat? No, it's not time. You just ate. هذه القردة تمتلك ميزة فريدة، فشاهدوا كيف تقوم بإصدار هذه الأصوات. هذا اليوتيوبر وجد أحجية صعبة، حيث يتوجب عليك إخراج محتويات القارورة الزجاجية دون كسرها. فأول خطوة هي محاولة فك البرغ باستعمال الحجرة الصغيرة، وبعد الانتهاء من فك الأحجية يجب عليك إعادة تركيبها من جديد. أعتقد أنه أمر في منتهى الصعوبة. إن هذه القطة تمتلك حصة موضة قوية، فشاهدوا كيف تقوم باستعراض نفسها. نصل الآن إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم وأسعدكم، خصوصا في هذه الفترة التي نتواجد فيها جميعا بالمنزل. فانتظرونا في فيديوهات قادمة.